نطيلي راكي ورومانسي ونجم آلة الكمانجا من دون منازع. فتنا بالحيط مع الموسيقي جهاد عقل. يعني الكمانجة على كتفه دايما، والجو طبعا رومانسي، والورود الحمراء عم تتطاير بالاجواء. صحيح. اليوم صار جهاد مع ابيت واجواء ولعانه، شو اهميه انه يكون الفنان مواكب سرعه العصر ومتطلباته؟ هيدي من ضروره الاشياء اللي بتواكب الفنان، هي يواكب العصر طبعا. لانه كل 10 سنين 20 سنه في شيء جديد بالحياه، فبدك تواكبه. يعني نحن خليني ارجع للتسعينات، نحن حملنا رساله الفنانين الكبار وقدمناها بصوره اجمل. صح. فهلا عم نواكب الفنانين الجداد او الستايل الجديد، فكمان لازم نواكبه، والقدرات أكيد. موجوده اكيد. طب كيف الفنان بيتطور موسيقيا؟ شوفي موسيقيا اللي يعني الفنان بقيمة مسيرتك وعملك. أنا بعتبر حياتي، أو أنا كعازف بعتبر حالي استثنائي. أوف. إيه بكل تواضع. أنا بحب التواضع، أنا شخص لا مع التواضع. هيك من أي ناحية استثنائي؟ بيلبق لك على كل حال. مش أكيد هي أكيد. مش كلمة غرور. لا لا لا, شغلة. لا لا أنا درست بالبيت أكيد. لا وي اسم الله عليك، ما حدا درس بالبيت ولمع بالآلة أو يعني أنا طريقة طفولتي، طريقة حياتي، علمي، مين أستاذي، مين يعني أنا بيي الله يرحمه اللي هو أستاذي اللي علمني، كان دايماً يقول لي أنت محظوظ، حتلاقي بكرة بس تكبر حتقول الحمد لله لقيت مين يعلمني. من هون بقول لك أنا استثنائي طبعاً. وكمان هذه بيو طبعاً. كمان كان هو الأستاذ هو المعلم. وأنا كمان بالزمانات رحت لعند الأستاذ أبو جهاد. ايه؟ كمان كنت كمان أخذت من عنده درس؟ كنت حابب أتعلم عنده بس ظروف الحرب منعت هذيك الأيام. حلو. ايه كان بيي أستاذ يعلم كان كلهم طبعاً. يجوا ليدرسوا عنده السولفيج الأنغام. هلا أنت كمان أستاذ عم تعلم طلاب العود. ايه أنا بحب بس آلة الكمانجة. ايه هلا الأغنية اللي عملت هيت أول دقيقة قدمتها كانت فايولين كفر مؤخرا، شو بضيف الكفر لك للهيت مثل هالاغنيه هاي؟ شوف اول دقيقه كثير قطعه حلوه، بس بصراحه ما لقيتها بتلبق كثير لآلة الكمان، لانه الكمان في اشياء بتحسها. لشو عملتها لك؟ عملتها حبيتها لانها نيو. اوكي حبيت أوكي. بس انه ما قدرت او بدي اقول لك انه ما لقيتها بتشبه الكمان، مش معناته انه الغنيه ما منيحه، بالعكس غنيه رائعه، ولكن انا بختار الاغاني، يعني بشوف اي اله اي غنيه، في كثير اغاني طبعا ما بتلبق لآلة بس انت خليتها بطريقتك تقرب. خلقت لها جو. سمعنا اياها، شو رايك؟ نسيتها. شو بدنا نسمع منك؟ يلا بنسمع شيء. يلا بتعرف ليه نسيتها؟ لانه ما خلص ما فات براسك، ما بدك خلص. يلا يلا. Thank you.
ما الله عليك ما الله عليك ثانك يو. عزفت مع عمالقة بالغنى وانت من عمر 16 سنة. صحيح. اعطينا صفة اكتشفتها بكل واحد منهم، رح سمي لك اياهم. السيدة فيروز. السيدة فيروز من اجمل ما من اجمل اللحظات لما كنت معها باستديو الياس الرحباني الله يرحمه، كنت اول لقاء لي فيها، وكانوا كل الموسيقيين بخافوا منا. حلو. طيب بكلمة واحدة، العملاق وديع الصافي. العملاق وديع الصافي روح رائع وفنان بكل، يعني مش ما بده شهادتي، محب. شحرورة صباح. الشحرورة صباح الحياة. هاني الفنان هاني شاكر. هاني شاكر الرومانسية. طيب هذه بدي اسألك سؤال، إذا الواحد مثلي أنا هلا بدي لك وإله سؤال، بدي هلا بلش بالموسيقى، لحي يعني بقدر أوصل لشيء؟ حسب شو بدك تعمل. يعني بدي أتعلم موسيقى. أول شيء كآلة موسيقية بدك فحص. الآلة الموسيقية كآلة موسيقية، تتعلم آلة موسيقية بتصور صعب، ممكن تتعلم يعني إنك تنقل صبيعك وبس بتكنيك عالي وهيك، ولا ممكن؟ لانه في كثير ناس بيقولوا له عمر معين بيتعلم على صغر. شوف الطفل لو بدها تشتت مثل الكمبيوتر المفرمت. ما في معلومات. نعم. بلش انت تلقنه المعلومات. حتى الطفل نعم لما بدك انت تشوف شو قدراته بدك تختبره من حيث الاذن، من حيث الحس، من حيث الايقاع. صح. من حيث نسبة الاستوعاب، وين قوة الاستوعاب ووين ضعف الاستوعاب، هون انت بتصير بتشتغل على الطفل، بتقدر تنميه بيطلع. اليوم مين بينافس جهاد عقل؟ ما بعرف. طب مين من جيل الشباب في حدا بيلفتك؟ بتلفتك موهبته يعني؟ بشو؟ بيعزف كمان؟ ما حدا. ما حدا بيلعب. ما حدا كمان؟ لا لا لا، لا لك مش انه شوف مش موضوع مش غرور، ولكن هيدي آلي فاهمينها غلط. يه لا هدول عم تحكي يعني. شيء خطير. شو يعني يا صاحبي فاهمينها غلط؟ ما انا ليش قلت لك انا انسان استثنائي؟ مش برجع بقول انا كثير محب ومتواضع وبحب كل انسان بحب الكمانجة، ولكن كل من يعزف آلة الكمان بهذا العصر أنا كعازف، أنا بشوف كعازف مش كمشاهد. نعم. بشوف إنه ما حدا عاطي الكمان حقه. أوف. إطلاقاً. صفر. طيب. ليه؟ بما إنه أنت عازف كمان مميز، رح نعمل معك انترفيو كمان ومكان. أوكي. يلا. انترفيو. أول شيء، وين كانت أول حفلة جذبتك إلى آلة الكمان؟ يعني كنت بحفلة وحبيت يي حلوة هالآلة وبدي روح لهالآلة. أو حضرت حفلة. عم تحكي بالطفولة. طبعا. ما 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 ما, ما أنا يعني أنا تعلمت آلة الكمان وما كان فيها السوشيال ميديا لحتى أنت تقدر. كنت بحفلة ما سمعت حدا عم يعني. أنا كنت حب اللي كنت أتمنى أكون مثله. إيه؟ هو عبود عبد العال الله يرحمه. طب من وين اشتريت أول آلة كمان؟ بي اشترى لي إياها. وين درست أول مرة العزف على آلة الكمان؟ بالبيت. بأي غرفة بالبيت؟ بالصالون. بالصالون. وكان في قدامي مراية 3 أمتار منشان ضلني كل نهار ضيق ميق ضيق ميق لحتى ظبط ال. كنت تزهق أنت وعم تتمرن؟ تزهق؟ طبعاً طبعاً كنت. طب شو الدواء لما تزهق؟ مثل الرياضة هيدا. ماشي، شو الدواء؟ إنك تنسى الوقت. أوكي، إذا هيك أوكي. بسنة 1994 أخذت قرار جريء بالتوقف عن العزف مع الفنانين ومشيت بهذا القرار 4 سنين. اليوم بس تتطلع لورا بتقول يا ريت ما أخذت هذا القرار. لا بالعكس، أنا كانت مرحلتي مع أهل الفن والفنانين والمطربين والموسيقيين من الكبير للصغير وبلا كانت أحلى مرحلة بحياتي، هي عطتني الثقة بنفسي أكثر. أوكي، أنا وكبت جيلين، جيل الثمانينات وما قبل وجيل التسعينات وما بعد. أوكي، تعلمت من جيل الثمانينات وما قبل احترام العمل، حب العمل، العطاء في العمل.
الجيل اللي بعده تغيرت نكهة الموسيقى وتغيرت الألوان وفاتت الناس. يعني أنا مثلا مثل أنا بحب المطرب اللي المتعلم. أنا بحب المطرب اللي بيعزف آلي. أنا بحب المطرب اللي عنده، في كتير مطربين متعلمين وعندهم موسوعة فنية يستندوا عليها ليعرف حاله شو عم بيقول. جاد مازال بتحب المطرب، شو رأيك أنت طلب حدا منك شي مرة تعيره هالآلة عرتوا إياها أو ما طلب؟ فيك تعير حدا؟ فيك تعيره مثلا لحبيبنا هادي هلا الكمانجا لأنه بيعزف، تعزف على الكمانجا؟ لا أنا ما بعزف. ما بتعزف على الكمانجا؟ عندي فكرة عن الكمانجا بس ما بتعزف، بيعزف على العود وعلى الربابي كمان، ما هيك؟ إيه والله بعزف عود. طب أنت بتعير حدا هالآلة؟ أنا بعير. بتعير؟ غيري ما بعير. بتعير والله؟ إيه أنا بعير لأنه لمين لمين عرت آخر مرة؟ أنا توقعت تقول لي بعيرة إذا بيعرف يدق مثلي. لا 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 لا، شوفي أنا شخص، كل شخص بيحمل آلة كمانجا أو بيعزف آلة كمانجا بغض النظر شو قدراته أنا بحبه.